اهلا وسهلا بكم من جديد في دنياي دنيا. حديثنا اليوم بشكل عام في هذه الحلقه عن موضوع الفن والدراما في زمن الكورونا، وضيفنا عبر سكايب الفنان والممثل الاردني حمد نجم، وهو ممثل ومخرج اردني موجود حاليا في ابو ظبي. صباح الخير استاذ حمد. صباح النور هيثم، الله يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين، يسعد لي صباحك يا رب. الله يخليك أستاذ حمد، أهلا وسهلا. يعني فعلا أستاذ حمد الأزمان بتختلف والأوضاع بتختلف، والفنانين دائما يعني بجوز بيستلهموا أعمالهم الأدبية أكيد من الواقع وأكيد من اللي عم بصير معنا. أنت نشرت قبل أسبوعين تقريبا فيديو تحدثت فيه عن عاملين في المسرح منهم تاريخيين، وتحدثت كيف كانوا يستلهموا أعمالهم من المأساة، كيف كانوا يستلهموا الواقع وكيف كانوا يستلهموا مثلا الشخصيات من اللي عم بصير، فحدثنا عن هذا الموضوع. لا وهيثم، هذه صدفة كانت يوم المسرح العالمي في 27/3، فطلب مني أنه أسوي فيديو من قبل عدة يعني جهات منهم وزارة الثقافة في الأردن. أنا بالبداية كنت يعني بالنسبة لي مش راح أقدر، يعني شو المناسبة الظرف في الوضع الأزمة اللي احنا فيها الكورونا. بعدين خطر في بالي فكرة أنه كثير من الكتاب العالميين، يعني احنا عرفنا مش من التاريخ من أعمالهم المسرحية عن هذه الأوبئة، مثل الطاعون ومثل التيفويد ومثل الكوليرا، شكسبير شو عرفنا عنه، في روميو جولييت شو حصل للراهب اللي لولا ما اشتبه بانه معه طاعون كان قدر يوصل الرساله لروميو، كان روميو ما سوى اللي سواه اللي هي رساله جولييت. اخوان شكسبير يقال انهم ماتوا في الطاعون. الحب في زمن الكوليرا هي روايه لكن قدمت مسرحا. التيفويد ايضا مسرحيه الوباء ايضا قدمت عن هذا الموضوع. فهو انا وجدت فيه تقاطع وربطته في الأزمة اللي احنا فيها، وتمنيت انه الآن هل يخط أعمال تتكلم عن الكورونا. كل ما تمنيته انه أحفادنا لما يقرأوا هاي الأعمال يقرأوا فيها انه كان في شيء اسمه كورونا مر على جدودنا ومر بسرعة بأقل الخسائر. هيك كانت الصدفة. حلو حلو كتير. طب برأيك هل الحدث هو اللي بفرض نفسه على الفنان، ولا هو الفنان اللي خليني أحكي بغوص في الحدث وبستلهم أدواته وبستلهم شخصياته؟ وأيضا في نفس الوقت في هاي الفترة شفنا إبداعات عم تخرج من ناس عاديين من ممثلين، شفنا في خليني أحكي لك شعور عم يعبر عنه، كل واحد عم بيعبر عنه في طريقته، فشو رأيك؟ والله في يعني شوف سبحان الله، الحدث هذا اللي هو الكورونا جاي هيك على وزن في مقولي بتقول لك من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين والآخر، وأنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ. فهي الكورونا جاي في منطقة يعني الحدث مش بيفرق، يعني هو الحالتين مع بعض بيفرض حاله على المبدع أكيد، وأيضا في مبدع يدخل في التفاصيل إذا كان هو من صاحب العقلية اللي بيحب يفكر ويحلل ويربط. الآن أنا شايف الناس صارت إنه عين سوا، يعني هلأ الناس الحدث عم يفرض حاله عليها وبيحبوا يفكروا، وكل يوم الموبايل ما عم يهدى من مسجات وتحليلات وغيره، وبنفس الوقت صار في عندهم المنطقة الأخرى اللي هي الجزء الأيمن من الدماغ، جزء الإبداع شغال دائما. هلا صار الإبداع بإيد الكل، الموبايل والميديا، أي حدا صار يقدر يمنتج ويسجل ويعمل فيديو إله. فبتوقع إنه صار هاي الشغلتين بإيد الجميع، لكن بتوقع إذا بالنسبة للتغيير إذا ظلينا على هذا الوضع ما بحلم كثير، مش عم بيكون في فراغ شخصي إلنا. يعني مين عطيني هلأ بهالوقت اللي قادر يطفي النت ويطفي كل شيء ويشغل النت ساعة في اليوم، أو يسمع أخبار 10 دقائق باليوم، أو بالليل يضوي الكهرباء ويسهر مع عيلته على ضوء شموع، بما أنه المناسبة كلها استثنائية ما في هذا الحكي. من الفيسبوك للتويتر لليوتيوب دائما مشغولين، وبالتالي المدخلات صارت على الذاكرة مدخلات غير منظمة، وكلنا صفينا عايشين في جو من يعني في فوضى مرهقة مستنزفة يعني بدها حل. نعم. طيب يعني أستاذ حمد الدراما ايش راح تحكي عن الكورونا برايك؟ وكمان موضوع يعني هذا بدي اسالك يا هيك صراحه، هلا خطر على بالي موضوع التحليلات اللي بنشوفها انه في كثير مثلا مسلسلات او افلام
تنبأت في مآسي، وفي ناس كثير مثلا بلتقطوا التقاط هذه المشاهد اللي هي بتتنبأ بفيروسات عالمية، مثل حتى كان في أفلام عالمية أو حتى مسلسلات عادية. فشو رأيك الدراما شو رح تحكي عن الكورونا فيما بعد، وهل فعلا كان في إنتاج تنبأ في هذا الإشي، ولا هو يعني إشي عادي سلسلة من الأحداث اللي بتتنبأ بأحداث عادية؟ والله يا هيثم أنا بقول لك شغلة، النفس البشرية تحب القصص، بالقرآن الكريم، بالكتاب المقدس، الدراما جاي من أيام الإغريق في هذا السياق. القصص اللي بترويها الدراما بشكل معين، النفس البشرية بتحب أنها تشوف لحتى تعالج، تشوف المشاكل، تشوف السلبيات، تعالج السلبيات، توصل لحلول. وبالتالي بتوقع أنه الدراما شيء مهم ليعالج أي شيء. الكورونا كمرض مش موضوعنا، الكورونا هاي موضوع المنظمات الصحية والمستشفيات، أما نحن ممكن نرصد التفاصيل اللي حصلت في زمن كورونا من تفاصيل غريبة، من تفاصيل استثنائية غيرت كثير وقائع، ونشتغل عليها في الدراما. لأنه بالنهاية حسب ما بيقول جورج برنارد شو، أنه أنت تستعمل مرآة زجاجية لترى وجهك، وتستعمل الفن لترى روحك. وبالتالي أكيد الفن هون أو الدراما ضرورية كمرآة للروح بشكل عام للمجتمع. تمام. طب حضرتك يعني شخصيا هاي التجربة شو أضافت لك، أو شو المخرجات اللي بتحسها ممكن أنها تطلع فيما بعد لما إن شاء الله رب العالمين هاي الأزمة تخلص؟ والله شوف أقول لك، يمكن هي مثلي مثل أي مواطن آخر. نحن إذا نحكي عن الدراما عم نحكي قاعدين بالدراما العالمية، إذا بنحكي عن الدراما الأردنية فشو بتقول يعني الدراما الأردنية بغرفة الإنعاش. أما إذا بدنا نسولف عن تفكيري كمواطن عادي مثل أي مواطن، أكيد هذه الأزمة عملت لي دايمنشن جديد، انفتح في تفكيري زي أي حدا. شعرت أن الغربة ليست غربتك عن الوطن أو غربتك عن الأهل جغرافيا، لا لا، الغربة هي غربتك عن نفسك. هذه الأزمة أتاحت فرصة للكثير للجلوس مع نفسه، للتأمل، يعني كثير صرنا نفكر بالأنظمة القديمة اللي كان فيها استبداد، الأنظمة الحالية الرأسمالية اللي زي كم من يوم هيك صار في بالسوشيال ميديا حكي حول هذا الشخص اللي صار يتنمر على موظفة عنده. وها يعني في تفاصيل خلتك تصحى على فكرة انه البشرية شو منتمنى لها الفترة الجاي، شو النظام القادم على مستوى البشرية اللي منحب انه يكون موجود ويتحقق ليحقق مساواة ما. زمان وانا صغير صرت اتخيل اتذكر، لانه الفترة هاي بتخليك ترجع بالذاكرة، ذكرت حالي وانا طفل كنا هيثم بجوز انا وياك لحقنا فترة، بديش أقول لحقنا فترة الرسائل الورقية من بريد لبريد اللي بدها شهر لتصل، لا لحقنا فترة لما كان في جهاز أرضي، تليفون أرضي ببيت واحد في الحارة. والله والله أستاذ أحمد أنا لحقتها، أنا عندي محتفظ برسائل من أصدقاء من أصدقائي من إربد. والله كان رسائل من إربد أنا بتذكر قبل ومن الطفيلة لما نزل اللاسلكي، صرت لما أشوف والدي أو والدتي ماسك اللاسلكي ومبعد عن القاعدة، أنا بيني وبين حالي كطفل أصفن بالهواء إنه ما في سلك، فعقلي بطل يعرف يفهم إنه هذا الكلام كيف يصل، شو الهواء، ما كانش في عنا معلومات عن الأثير. بعد هيك نزل الموبايل لأول مرة، كانت شغلة شو اللي معه منا نوكيا 3310 قصة طرمة. هسا اليوم أنت شوف الموبايل سمارت فون، هيني أنا وياك عم نحكي عن طريق الزوم أو عن طريق السكايب عبر الأثير، أنا في أبو ظبي وأنت في الأردن. شو هالعالم اللي هلأ عم نسمع أخبار عن الجيل الخامس اللي بده ينزل، اللي فيه كتير عليه لغط وجدل، لوين رايحة البشرية، لوين رايحة التكنولوجيا؟ أكيد هاي تفاصيل كتير قاعد أفكر فيها. وأنا صغير بيوم الأيام قرأت بتذكر مسرحية لتوفيق الحكيم، كنت أحب أقرأ له، اسمها رحلة إلى الغد. شوف هاي لم كتبها بال 1937، يعني قبل ما نحضر على ام بي سي 2 اي افلام لها علاقه بالخيال العلمي. تتكلم عن اثنين تم لانه محكوم عليهم اعدام، اخذوهم وطلعوا فيهم على كوكب، يعني وكاله عالميه للفضاء مثل ناسا، وطلعوا فيهم على كوكب على اساس انه معدوم معدوم، انت ميت ميت، بنطلعك على الكوكب على الاقل لما ترجع بتجيب لنا شو في اخبار. عاشوا هناك يوم يومين على الكوكب، كوكب ما في موت، ما في الم، ما في جوع، ما في عطش، ما في نعس، في خلود. فحسوا حالهم خلاص هم متعبوا من هذا الكوكب، اشتاقوا للعمل، اشتاقوا للمحاولة، فقرروا يرجعوا. المهم يوم يومين رجعوا، لكن كان على الأرض مارق 390 سنة. لما صحيوا صحصحوا
لقوا انه الارض بعد 390 سنه يحكمها حزبين، حزب ما زال مصر على انه يبقى الانسان بانسانيته ومشاعره ومبادئه وعاداته وتقاليده، وهي بصراحه مطالبنا، وحزب اخر يحكم الارض وهو يسعى لان تكون كل الارض قائمه على نظام الذكاء الاصطناعي. تخيل توفيق الحكيم بال 1937 بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي اليوم هينا نشهد كثير من التحليلات عنه. فانا بشكل عام عم بجاوبك في ظل سؤالك، يعني انه فعلا هذه الفتره فتحت لي مجال افتح كل هاي الافاق للتفكير. تمام 100%، يعني رسالتك كثير واضحه. بس يعني طب شو بتحب تحكي للاردنيين استاذنا؟ معنا دقيقه بجوز. الاردنيين انا اسف اني نظرت عليهم، اسف اني قاعد انظر، يعني مين انا انه احكي للاردنيين بالنهايه؟ انت فنان وفنان ومحبوب وحبيبنا. الله يعزك حبيبي هيثم. يعني شوف اقول لك، الاردنيين هذه جغرافيا قبل 5000 سنه سكن عليها الكنعانيين اجدادنا، وبعديهم اجوا اولاد عمومتهم اللي هم العمونيون والمؤابيون واليبوسيون، وعاشوا على هذه الارض على الضفتين، شرق النهر وغرب النهر. هدول الاراميين من لما كان اسمها اوردان، هدول قبل 2300 سنه هم اللي وقفوا جنب الاسكندر المقدوني وانتصروا وطردوا الفرس، ولولاهم الاسكندر المقدوني ما قدر يعمل هيك. هدول اللي قمحهم طعمه الاغريق وطعم الرومان، هدول احفاد الانباط اللي حفروا بالصخر. هدول بدنا نرجع بالتاريخ لقبل الميلاد ب 70 سنه 60 سنه لنعرف مين هو الملك عبادة الاول اللي طعم اليهود درس، مين هو الملك ميشع، مين الملك الحارس الثالث تبع الانباط، مين الملك هيرود الطفيلي الادومي اللي كان شوكب حلق اليهود وحكمهم بالحديد والنار. هدول الغساسن اللي سكنوا الارض مسيحيين مباركين 500 سنه لا حد ما اجت معركه اليرموك، وعلى راس المعركه خالد بن الوليد، ووقف الغساسنه خلف القياده الاسلاميه وطردوا روما. في تكافلهم وتعاونهم، وحط لي ثلاث خطوط تحت تكافلهم وتعاونهم، هدول اللي فاجئوا وادهشوا وارعبوا البيزنطيين في معركه مؤته، هدول جند الأردن وجند فلسطين، هدول أهم انعطافات التاريخ اللي منهم انولدت الأموية والعباسية. هدول اللي بالثورة العربية الكبرى تحت قيادة الشريف حسين بن علي طردوا الأتراك، ما في إشي ينقلهم. هدول قادرين ينتصروا على أي شيء. ومبارح سليل الهواشم سيدنا الله يطول بعمره قال وكفى ووفى، الله يحفظ البلد ويحفظكم جميعا. صح لسانك أستاذ حمد نجم، شكرا لك، نتمنى لك السلامة والأمان، وشكرا جزيلا لوقتك، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، الله يعطيك ألف عافية. العفو، يسعد صباحكم جميعا. شكرا جزيلا. إذن كانت هذه مقابلتنا مع الأستاذ حمد نجم، هو فنان ومخرج أردني مقيم في الإمارات. فاصل صغير ومكمل فقراتنا في دنيا دنيا، خليكم.